تنشط بعض الممارسات، حيث تقوم بعض رياض الأطفال في روسيا بتنظيم ألعاب للتلاميذ بملابس السباحة في الثلج والبرد القارس الذي قد يصل إلى 25 درجة تحت الصفر، ولكن لمدة دقيقة ونصف فقط. يعني إيش حتفرق دقيقة ونص ولا دقيقتين؟ تقول إحدى المدرسات إن هذا الأمر يعزز مناعة الأطفال، إذا نادرا ما يصابون بنزلات البرد والإنفلونزا، وهي ممارسة فريدة من نوعها في المنطقة. ولكن بعد أن يلعبوا بالثلج يجب أن يذهبوا إلى الساونا. نشاهد هذا الفيديو الذي يطلعنا على التفاصيل. واللي لاخذ الدلو فعلا المويه البارده والذاء تزيد المناعه عند الطفل، اهم شيء والذاء. وش الذاء؟ بس ما ادري، بس انها تزيد المناعه. ما اعرف عن مصداقيه هذه المعلومه، بس في الجيم اي، بس هذا ثلج، ثلج هو تحت الثلج، عادي عادي. يعني كانت تزيد المناعه، ثلج